السلام عليكم. موضوعنا عن smoking hazards, the effect of smoking on oral and dental health. أولا bad breath اللي هو رائحة الفم الكريهة بسبب ما يحتويه السجائر على مواد كيميائية. ثانيا يسبب البقع على الأسنان والحشوات والأطقم ويسبب تكلسات على الأسنان. يسبب التدخين تسوس الأسنان وظهور مسافة بين الأسنان, وأيضا يكون البوكتس والتي تسبب نصف اللثة عند تنظيف الأسنان, وأيضا إضعاف بنية السن وفي أسوأ الحالات يسبب سقوط الأسنان. Increased tooth erosion, زيادة تآكل الأسنان بسبب احتوائه على مادة كاشطة للأسنان, وإضافة إلى ذلك عند مزجه مع اللعاب سيكون عجينة تسبب في تآكل الأسنان بشكل أسرع. احتمال حدوث الكليفت لب عند الأطفال وشقوق سقف الحلق يزداد عند الأم المدخنة وخاصة في الأشهر الأولى من الحمل, فالأم المدخنة ترضع طفلها محتويات السجائر من النيكوتين وقطران وغيرها. يؤدي التدخين إلى انكماش وضيق الأوعية الدموية المغذية للثة. أيضا عدم القدرة على زراعة الأسنان بسبب عدم قدرة اللثة المدخنين على الالتئام السريع, وكذلك عدم الاندماج بين العظم والإمبلانت أو الغرسة. ليكوبلاكيا, وهي عبارة عن بقع سمكة بيضاء وحبيبات خشنة لا يمكن استئصالها, تتكون على اللثة وداخل الخدين وأسفل الفم وأحيانا اللسان. وأخيرا سرطان الفم الماوث كانسر, فحسب إحصائية أمريكا فإن 75% من حالات سرطان الفم هو بسبب التدخين. وأخيرا حاول الحفاظ على صحتك وصحة من تحب, والسلام عليكم.